هل تم تأكيد أن هذا صاروخ انطلق من خارج إيران؟ المعلومات الأولية تقول نعم من خارج إيران، لكن ينبغي أن ننتظر حتى نرى نتائج التحقيقات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا. من أين تتوقعون أنه انطلق هذا الصاروخ برأيك؟ طبعا هناك بعض التقارير الإسرائيلية أشارت إلى أنه كان قد انطلق من غواصة، أحيانا ربما يكون من يعني أحد القطع البحرية في مياه الخليج الفارسي أو من أماكن أخرى. لحد الآن لا يمكن يعني تحديد موقع الانطلاق بشكل دقيق حتى تكون هناك معلومات أمنية واستخباراتية يتم إنهاء عملية التحقيق للإعلان عن نتائج هذا التحقيق.